صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن يا أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين المغصوب حقها والممنوع إرثها والمقتول جنينها والمكسور ضلعها يا والمسود متنها من ضرب السياط والمحمرة عينها مظلومة يا زهراء مظلومة يا زهراء مظلومة يا زهراء مظلومة لعن الله الظالمين لكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لهف نفسي لبنت موسى سقاها لهف نفسي لبنت موسى سقاها الدهر كأسا فزاد منه بلاها الله فارقت والدا شفيقا عطوفا وإماما وكاظما فارقت والدا شفيقا عطوفا حاربت عينها حاربت عينها عليك را أودعته قعر السجون أناس أنكرت ربها الذي قد براها يا قد براها وإلى أن قضى سميما فراحت وإلى أن قضى سميما فراحت تثكل الناس في شديد بكاء المصيبة أصابتها المصيبة الثانية وأتى بعده فراق أخيها حين فيما
المروى أسكنته عدايا. كل يوم كل يوم كان يمر علي مثل عام، فأسرعت في سرايا أقبل آيات تقطع الطريق اشتياقا لأخيها الرضا وحامي حمايا. ثم لما بها الضعينة وافت أرض قم وذاك كان منايا. يعني موسى ابن خزرج الأشعري أكبر علماء قوم آنذاك، قام موسى لها بحسن صنيع إذ ولاء الرضا أخيها ولاها نزلت بيته فقام بما استطاع من خدمة لا أسدى ما مضيت غير برهة من زمان فاعتراها من الأسى ما اعتراها. إيش صار بها؟ وإلى جنبه سقام أذاب الجسم منها وثقله أضناها. فقضيت نحبها غريبة دار بعدما قطع الفراق حشاها. طبقت جفنها إلى الموت لكن أيوة سيدته وغريبة. طبقت جفنها إلى الموت لكن ما رأت والد الجواد أخاها. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي والله صار الهم عليها من البكويد. يا ويلي يا ويلي والله من شوقها تعنت لأخوها. من شوقها تعنت لأخوها وصلت بلد قم وإجوها أهل المودة يتلقوها لكن بعد مدة فقدوها. والله لكن بعد مدة فقدوها. وللقبر لما شيعوها شيعوها. والله وللقبر لما شيعوها ذكر مصاب العصروها. ذكروا مصيبة الزهراء، تذكروا أم المعصومة فاطمة. والله وللقبر لما
شيعوها ذكرى ومصاب لعصروها بالباب. ومصيبة ثانية بعدها، والله ذكرى ومصاب لعصروها بالباب ومصاب سبوها. يا زينب والله ذكرى ومصاب لعصروها بالباب ومصاب لسبوها، والله والشام مسبية خذوها، والشام مسبية خذوها. والله تذكرنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها بأمها الزهراء التي حرمنا من زيارة قبرها. أين قبر فاطمة؟ أحد العلماء كان يقوم ببحث في قضية شهادة الزهراء وقبر الزهراء، يقول بعد مدة من الباحث في ليلة من الليالي غفى ونام، رأى الإمام الصادق في منامه. قال له الإمام عليه السلام: يا فلان ماذا تصنع؟ قال: أصنع كذا وكذا. قال: ليش؟ قال: سيدي، من أجل أن أتعرف إلى موضع قبر أمك فاطمة. الإمام قال له: إنه لا سبيل إلى معرفة ذلك، هذا سر من أسرار الزهراء، ولكن إن لفاطمة بنت الإمام الكاظم منزلة ومكانة، ألا فمن زارها كان كمن زار الصديقة الكبرى فاطمة. وكأنه كانت زيارتها تعويضا عن زيارة أمها فاطمة. الإمام الرضا يقول: من زارها فله الجنة. يقول الإمام الجواد: من زار عمتي بقم فله الجنة. أي فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت التي تربت في حجر أخيها الإمام الرضا، تلقت علومها من الإمام الرضا فكانت العالمة، ومن ألقابها المحدثة لكثرة رواياتها وحديثها. عندما خرج الإمام الرضا من المدينة إلى خراسان، كانت هذه بالنسبة للسيدة المعصومة مصيبة على قلبها لفراقها للإمام الرضا سلام الله عليه. ولما طالت بها المدة ضاق قلبها ذرعا، فخرجت من المدينة بعد أن وصلتها رسالة الإمام الرضا سلام الله عليه. أخي فاطمة، قرب الأجال وقرب المحتوم، فهل أمي؟ خرجت من المدينة وشدت رحالها في طلب أخيها الإمام الرضا. في الطريق مرضت السيدة المعصومة سلام الله عليها، وصلت إلى مدينة ساوى، سألت: كم تبعد هذه المدينة عن مدينة قوم؟ أجابوها: إنها تبعد 10 فراسخ. فأمرت بشد الرحال إلى مدينة قوم. وصل الخبر إلى أهل قوم فخرجوا جميعا لاستقبالها، يتقدمهم كبير علمائهم موسى ابن خزرج الأشعري. لما وصل موكب السيدة المعصومة إلى قوم
تقدم هذا العالم من قائد زمام ناقة السيدة المعصومة وطلب منه أن يعطيه الشرف الإمساك بزمام ناقته. ولكن يا شيعة أهل البيت، لما وصلت السيدة المعصومة إلى قم لفت نظرها الأعلام السوداء المنشورة في المدينة، سألت عن ذلك فأخبروها أن هذه الأعلام هي من أجل الحداد على أخيها الإمام الرضا وإمام فجعلت تنادي وأخايا أيوة عليا، وبقيت في قوم مدة من الزمن اشتد بها المرض ووافتها المنية وخرجت إلى ربها شهيدة مظلومة غريبة. رحم الله من نادى وسيدته أيوة مظلومته وفاطمته. قام أهل قم بتجهيزها، جهزوها جهزوا نعشها، أقاموا لها تشييعا، لكن وين الغربة فوق الغربة يا شيعة أهل البيت؟ وقفوا متحيرين عند قبرها. يا المرأة عادة إذا ماتت من الذي يواريها في لحظها؟ أقاربها محارمها؟ لكن المعصومة كانت غريبة في مدينة قوم، ما إلها أقارب ما إلها محارم. وقفوا متحيرين يقولون وإذا بفارس ملثم أقبلا من بعيد، نزلا إلى نعش المعصومة حملاها وأنزلاها في لحدها وسويت التراب عليها. يقول الإمام الصادق لصاحبه المفضل إن هذين الفارسين هما الإمام الرضا والإمام الجواد. حتى عندما شق على المفضل ذلك قال له الإمام لا تضيقا، فإنها صديقة ولم يكن يغسلها إلا صديق. عظم الله أجوركم يا شيعة أهل البيت بمصيبة هذه العالمة الجليلة كريمة أهل البيت بنت الإمام الكاظم التي رحلت من الدنيا في عمر الشباب في عمر الزهور. ولكن صحيح السيدة المعصومة مظلومة، رحلت من الدنيا مظلومة، بس أرجوكم أهل قوم لم يضيعوا قدرها، عرفوا مقامها عرفوا مكانتها عرفوا منزلتها، لكن لهفي لتلك المظلومة التي يقول فيها الشاعر لهفي لها لقد وضيع قدرها حتى توارت بالحجاب توارى بالحجاب بدرها. تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصاب من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون مما به جنت يد الملعون. لقد جنى الجاني على جنينها
فاندكت الجبال من أمين ولا اعتزلني خضر المزمار سال صدرها خزانة والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء السيدة المعصومة غريبة السيدة المعصومة مظلومة صحيح لكن خرجت من الدنيا ليس بها جرح ليس بها كسر لهفي لتلك المظلومة فاطمة لتلك الوديعة التي هي وديعة رسول الله عند أمير المؤمنين أرجعها بضلع مكسور وعين محمرة ومدن مسود من ضرب السياط يا ولي يا قلب ذوق وهل يا دمعي يا دمعي والله على الماتة وتصرى يا أحداث دار الزهراء كانت الزهراء سلام الله عليها إذا جلست أمام أمير المؤمنين تكسر جفن عينها لئلا يرى أمير المؤمنين عينها المحمرة يوم من الأيام حانت من الإمام التفاتة وإذا به يرى عين الزهراء كعلقة الدم قال ما هذا يا فاطمة قالت يا علي لما أخذوك من الدار مقيدا رجعوا إلي ولطموني على خدي من فوق الخمار يا زهراء تقل وراك وراك طلعت والهو حزينة لا وين صيحا ما أخذينا من شافني والله من شافني المشرك بدينا بدينا من شافني المشرك بدينا رد لي وضرب وجهي بيمينا رد لي وضرب وجهي بيمينا تقل آمر آمر على عبد ضربني ضربني من ضربته للقاع ذبني والله من الناس ما واحد